تم منح وسام قلادة النيل العظمى لجهوده الوافرة والمخلصة في مجال جراحة القلب، وقام بإنشاء مركز لعمليات القلب في مدينة أسوان، وذلك عام 2009. وتم أيضا إنشاء المستشفى بأحدث التقنيات الطبية الحديثة، ويقوم بعمل عمليات القلب في هذا المستشفى الآن بالمجان. هو ملك القلوب السير مجدي يعقوب. ولكن السادة الحضور، يعني اعتذر الدكتور مجدي قبل قليل من بدء المؤتمر لأسباب صحية.